مسلم، هل تساءلت يوما كيف من هذه الصورة عبر عينك يدركها العقل، وكيف هذه النعمة وهي نعمة من نعم الله أصبحت بصيرا؟ هل تساءلت كيف وصلت إلى عقلك وإدراكك؟ أخي المسلم، سوف نشرح عملية البصر. تبدأ عملية البصر بصورة، وعبر العين تذهب إلى آخر العين فتشفر إلى ذبذبات إلكترونية، فتذهب في قناة حتى إلى آخر المخ، وتتقسم إلى مناطق عدة، منهم مناطق تشفير الحركة، مناطق تشفير الصورة، مناطق الألوان، وتلك المعلومات يدركها العقل فتصبح صورة فتدركها كصورة، وكل هذا في بعض ثواني. فسبحان الله. أخي المسلم، هذه نعمة من نعم الله، فنحمد الله على كل نعمة أنعم بها علينا. وإن الإنسان ضعيف، فأي حادث أو أي ورم أو أي شيء يعطل هذا المسار البصري فنفقد النعمة، نعمة البصر. فسبحان الله. فاكثر يا أخي المسلم، أكثر التسبيح وأكثر الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.